مرحبا بيك في تونس. إذا اخترت زيارتنا الأكيد أنك تعرف اللي تونس هي واحدة من البلدان القليلة في العالم اللي نجحت في التحكم في انتشار الوباء، وهي توا في طريقها للسيطرة عليه. من وقت الوصول للمطار ولا المعابر الحدودية، تقوم الفرق الطبية التونسية بقياس درجة حرارة السياح الوافدين باستخدام الكاميرات الحرارية، ويقع تطهير جوازة السفر والأمتعة ووسائل النقل السياحية قبل كل رحلة. وباش نضمنوا سلامة ضيوفنا الكرام، نقيسوا درجة الحرارة مرة ثانية فور وصول السياح للنزل، اللي ما تستغل كان 50% من طاقة الاستيعاب متاحة، وهكا يمكننا توفير مسافة التباعد اللازمة والحماية المثالية. مطهر اليدين موجود ومتوفر على ذمة النزلاء في كل مكان، وجميع المساحات المعرضة لللمس يتم تطهيرها بصفة مستمرة. الغرفة اللي حجزتها وناوي تعدي فيها فترة إقامتك في تونس، وقع تطهيرها وتهوئتها لمدة 3 ساعات على الأقل قبل تسليم المفاتيح. قواعد التباعد والتنظيف والتطهير تتطبق على كل الفضاءات المشتركة، مثل الحانات والمقاهي وقاعات الرياضة ومراكز المعالجة بالمياه والمسابح. هذا ونشجعوا على ممارسة الأنشطة في الفضاءات الخارجية بصفة فردية أو ضمن مجموعات صغيرة دون تقارب جسدي. أما بالنسبة للأنشطة اللي ما يمكنش فيها احترام قاعدة التباعد، فإنه تم إلغائها تماماً. قاعدة التباعد يتم تطبيقها أيضاً في الشواطئ لضمان صحة وسلامة السياح وتمكينهم التمتع بالبحر في أحسن الظروف. وفي المطاعم عززنا أيضاً إجراءات التباعد والتنظيف والتطهير، وتم التخلي على الخدمة الذاتية سيلف سيرفيس، بحيث يتولى الطهي المحترفين والنودل تقديم الوجبات مباشرة للحرفاء. تخضع جميع الفضاءات المشتركة إلى احترام الإجراءات الصحية فيما يخص مسافة التباعد، وهذا ما من شأنه يوفر خدمة ذات جودة عالية ومنتوجات سليمة وخاضعة للشروط الصحية. ارتداء الكمامة إجباري في جميع الرحلات السياحية والفضاءات الخارجية على غرار المتاحف والأماكن المزدحمة. بفضل الإجراءات هذه وغيرها، نحن متأكدين اللي إقامتك في تونس ما تنجم تكون كان ممتعة وإنه سلامتك مضمونة. تونيزيا، ready and safe.